Ассаляму алейкум. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной урок по Корану. Сегодня я прочитаю вам, иншаллах, суру Аль-Мульк с 7 по 12 аят. Каждый аят по 3 раза прочитаю, иншаллах. Потом еще раз эти же аяты прочитаю. Напоминаю, что полный разбор всех правил таджвида суры Аль-Мульк я целиком сделал, альхамдулилля, и выложил на своем YouTube-канале. Кому это интересно, можете зайти на моем YouTube-канале в плейлист, раздел Коран, и там найдете полный разбор целиком суры Аль-Мульк, иншааллах. Прежде чем начать наш урок, я бы хотел попросить вас поставить лайк под этим видео. Заранее всем спасибо. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا
وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Теперь эти же аяты один раз прочитаю, иншаллах. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل قيل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube канал, ставьте лайки, расскажите, пожалуйста, про мой YouTube канал всем своим друзьям, близким, знакомым, родным. Всем доброго здоровья, до новых встреч. Ассаляму алейкум.